يشارك رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي على راس وفد البرلمان العربي في المؤتمر الدولي بشان دور المشاركه السياسيه للمراه في تحقيق العداله التنمويه والذي تستضيفه مملكه البحرين في الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري وسيلقي رئيس البرلمان العربي كلمه في الجلسه الافتتاحيه للمؤتمر والتي ست... سيتطرق فيها الى الدور الكبير والمقدر الذي تقوم به المراه في المجتمعات العربيه انطلاقا من مكانتها في المجتمع العربي والتاكيد على ان مشاركه المراه وممارستها لحقوقها السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه هي جزء مهم واساسي في عمليه التنميه الشامله والمستدامه في الدول العربيه